احنا نتكلم على العيوب الخلقية لأمراض القلب في الأطفال. أول حاجة هنبتدي بيها هي معدل الإصابة بالعيوب الخلقية للقلب، هي تقريبا من 1 لـ10 آلاف. وعايزين بعد كده نعرف إيه هي الأسباب. أسبابها يا إما الأم عندها السكري، أو الأم أخذت أدوية ومواد كيماوية زي المواد الحافظة اللي بتبقى موجودة في الطعام في الشهور الأولانية من الحمل، أو الأم أصابها فيروسات زي فيروس الحصبة الألماني، أو الأم تعرضت لأشعة سينية. طبعا احنا بعد كده لازم نعرف ايه هي انواع العيوب الخلقية للقلب في الاطفال. في فتحات او ثقوب بين الاذنين او البطنين، او في قناة شريانية بين الشريان الاورطة والشريان الرئوي، او ضيق في الصمامات زي الصمام الرئوي او الصمام الاورطة او شريان الاورطة، او انعكاس في الشرايين. طيب ايه هي بقى اكتر العيوب؟ اكتر عيوب هي ثقب بين الاذنين والبايكاسبيد اورتا اللي هو الشريان الصمام الاورطه، يبقى عباره عن فتحتين. دلوقتي بقى هنتكلم على اكتر العيوب الخلقيه لقلب الاطفال، وهي الثقب بين الاذنين. اعراض الاصابه بقى ايه؟ زرقه في الجلد والشفتين، او صعوبه في الرضاعه او التنفس، نهجان، زياده معدل الاصابه بالاصابات الرئويه. طيب ده بيأثر على نمو الطفل ووزنه، فعلا ده بيأثر على نمو الطفل ووزنه. طيب عايزين نعرف برضو، هل كل أمراض القلب الخلقية للأطفال بتؤدي إلى زرقة في الجلد؟ لا، في أنواع بتؤدي إلى زرقة في الجلد، وفي أنواع لا تؤدي إلى الزرقة. يعني مثلا انعكاس الشرايين ده بيؤدي إلى زرقة في الجلد، لكن الثقوب اللي بين الأذنين والبطنين لا تؤدي إلى زرقة في الجلد. طيب إيه أفضل وسيلة بقى للتشخيص؟ أفضل وسيلة، وهي زي ما بيقولوا الباد سايد، هي الإيكوكارديوجرافي، اللي هي أشعة التلفزيونية الأشعة التلفزيونية. ف أسهل حاجة مجرد جهاز إيكو جنب سرير الطفل، أو في الأوت بيشنت أو في المستشفى، بتتعمل الأشعة دي في ربع ساعة نوصل للتشخيص. وبعد كده بقى هنتكلم على العلاج. العلاج ممكن الطفل يحتاج لعلاج دوائي، او ممكن يحتاج الى قسطرة علاجية. طيب هل، وده سؤال دايما الواحد بيتسأله، هل الطفل المصاب بأي عيب خلقي في القلب ده بنخلينا نمنعه من التطعيمات الروتينية؟ لا طبعا، لازم الطفل مامته تديله التطعيمات.